السلام عليكم. اليوم نديرو لو تيكست اكزورتاتيف اللي هو لابيل ترويزيام بروجي تاع فرونسي والاخر. بون بهذا نكونو كملنا كاع لا ريفيزيون تاع فرونسي. بون لو تيكست اكزورتاتيف اي ان تيكست ارغومونتاتيف. بون هو نص حجاجي. Il vise à faire réagir et surtout à faire agir. Le but تاعو شنو هو؟ هو il vise à réagir. Réagir, معناتها يروح directement les sentiments. فهمتو؟ جو يحسس القارئ هذاك اللي راهو يقرا. فهمتو؟ ومن بعد et surtout à faire agir. بون هو معلول يبدا يحسس فيه ومن بعد باش يرجعو يتحرك. Agir معناتها يدير كشعب سا. فهمتو؟ هذا هو لابيل. هكا يمشي. وهنا كي يكون يبدا il vise à réagir لهنا يبدا يارغومونتي يستعمل ارغومونتاسيون ماشي كيما في الديبا فهمتو ولا فيزي تاعو الي ارغومونتاتيف بور فير اجير هكا تكتبو ما تكتبوش ارغومونتاتيف وحدها ما تحسبش لازم هكا كومبلي بون في لابان نلقاو لومبلوا دو برونون بيرسونيل جو مع نو باغ اكزومبل هنايا Nous appelons toutes les jeunes. Nous appelons toutes les jeunes. Ou là, participons ensemble. Bon, maintenant, le texte exhortatif est organisé en trois parties. Qui m'a créé les parties de débat. Zidodurkan déroule les parties de le texte exhortatif qui fait chercher colon. On a la partie loula et yausma la partie expositive. هنايا فيها expose la situation négative le constat négatif هنايا واش يدير في البارتي الاولى يمد لنا la situation négative يهضر لنا على situation هذيك هذاك الموضوع نيجاتيف اللي راح يهضر عليه فهمتوا يمد لنا شغل لو بروبليم هذاك لو constat négatif وهنايا واش يستعمل يستعمل لك l'indicatif فهمتوا في la deuxième partie لي على بارتي ارغومونتاتيف لهنا يبدا يمد لي زارغومون قلنا يستعمل لي زارغومون سي جوستيفي بار دي زارغومون كي توش بلوس لي سنتيمون كو لا ريزون هادوك الحجج اللي راه يستعملهم يتوشو شغل لي سنتيمون بلوس كو الحقيقه فهمتو وهنا واش يستعمل لك في هاد لا بارتي يستعمل لك لو سوبجونكتيف ويستعمل لك الكونديسيونيل فهمتو ويستعمل تاني لي فيرب دو موداليتي لي هما بوفوار فالوار مع دوفوار هما افعال الامر هادوما يستعملهم في لا دوزيام بارتي بعد عندنا تروازيام بارتي ونعيطو لها لا بارتي اكزورتاتيف ولا لا بارتي اللي راح يلونسي فيها لابيل وهنايا مع الاول في البارتي الاولى عطانا البروبليم بعد بارتي دوزيام بدا يحسسنا بهذاك الموضوع من بعد جو تاع باش يخلينا نتحركو ايتو من بعد مع الاخر يبدا يلونسي لابيل تاعو ديريكتومون بون هاي ليك لونسي ديريكتومون لابيل يوتيليزاسيون دو لامبيراتيف يستعمل الامر ديريكت لامبيراتيف ومن بعد يزيد يستعمل لي فيرب بيرفورماتيف اكسبريسيون دو بوت بون لي فيرب بيرفورماتيف وشنو هما هادوك اكزورتي appeler, demander, inviter, amto, adouhoma les verbes performatifs. Donc nous chauffons les verbes de modalité ou performatifs pour que tu fasses au mieux. Bon, adouhoma les verbes performatifs, on a appeler, inviter, conseiller, prier, demander, exhorter, inciter, pousser, dire, ordonner. Bon, sont des verbes performatifs. Ces verbes permet d'introduire l'appel. Bon, Bahadouma, les rach, il va lancer l'appel Théo. Bahad les mots, 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 les mais généralement, il faut appeler ou appeler ou exhorter, de mots, les mots, les mots, ou l'inviter. Bon, Tanit, Bahad l'appel qui est lancé, il va faire agir le destinataire, avec les rach. لي راهو يمد لي راهو يقرا له لابيل enfin لي راهو يوجه له ليه لابيل يفالو يفير اجير معناتها راح
يحسوا باش يرجعوا يتحرك ذا هذاك ليدي هذيك اللي راهو يهضر عليها، فهمتوا؟ بون قال لك اي سون توجور امبلواي افيك جو مع نو. Bon, j'invite tous les élèves à participer en classe. En had ou mal les mots, toujours vous voyez ma les deux prénoms. Stamilhom ma je ou la ma nous. Amto. Par exemple, il dit que j'invite tous les élèves à participer en classe. Ou là, il dit que stamilhom ma nous à dire. Zama, il dit que nous appelons ou la appelons directement. Il فهمتو بعد هنا عندك لي فيرب دو موداليتي هادو ما قلنا اللي يستعملوهم في لا دوزيام بارتي لي فيرب دو موداليتي هما دوفوار بوفوار مع فالوار قلنا افعال الامر سون تابلي فيرب مودو كار اي سون اي سون تيتيليزي دون لابيل بور فير رياجير لو ديستيناتير اوكي بون هادو ما يستعملهم في لا دوزيام بارتي تاعو باش يحسس هذاك لو ديستيناتير يستعمل هادوما فهمتو Ou chacun de ces verbes a le but théo. On a le verbe devoir. Le but théo ou à l'obligation, j'en suis obligé. Pouvoir ou à la probabilité. Ou falloir ou à la nécessité. Il y a la condition. Bon. Adam a un flappel. En bas, on peut mettre comme le. شرحت على لو بلون ما هنايا جبت لكم ان اكزامبل تاع تيكست تاع لابيل باش تفهموا ميو دونك في الباك يعطيك ان سوجي هكايا باغ اكزومبل دا قال لك ابيل ومن بعد يقول لك هناك ليدي هذيك يقول لك ابيل ويكمل هنايا باغ اكزومبل ديجا هكا بون نتوما ديريكتومون تعرفوا خلاص سي بون سي ان ابيل باسكو هنا راه بدا لك بلا قال لك ابيل لي هتو مش خطاها لك سي بون فهمتو ودا ما قال لكش هادية عندنا هنايا دوك نشوفو لي بارتي كيفاش تعرف بلي سي ان ابيل بون دوك انا كي قريت النص هنايا عرفت بلي من دي زان هادي حتى دي زان هنايا بلي هادي هي لو كونستا نيجاتيف كي ومن بعد كيفاش عرفت بلي هنا هادي هي لا دوزيام بارتي هايلي بور سيت سيتوياسيون منا تبدا في الدوزيام بارتي كيفاش عرف قال لك il ne faut changer de politique par exemple هنا نشوفو هنايا واش جاب جاب لنا لو فيرب دو موداليتي اللي هو فالوار ياك دونك راه وقتها لومبيلونس هادي اوبليجي نستنى تعقب باش نكمل نشرح اوكي بون قلنا راهم استعملوا لو فيرب فالوار هنايا اللي هو فيرب دو موداليتي دونك بهذا نعرفوا باللي راهو في الدوزيام بارتي نتوما لي بارتي واش يفيدوكم بون في النص نتوما هكا كي تقراو راه باين باللي واش كاين هنا راح تريبوندو على لي كيستيون سي بون بصح في لو كونت روندو لازم تعرفوا لا بارتي الاولى وراهي والدوزيام وراهي والتروزيام وراهي باش تعرفوا وين راهو يمد لو بروبليم وين راهو il fait réagir ou nraho il fait pour faire agir فهمتو باش من بعد كي تجو في لابيل يجوكم ساهلين تمدوا له البروبليماتيك تعطوا له كيفاش بون il a fait réagir ومن بعد كيفاش راهو يدير باش يرجعهم ils font agir بون قلنا هنايا نعرفوهم بلي فيرب دو موداليتي تاع بلي راك في لا دوزيام ومن بعد نروحو لا تروازيام بارتي كيفاش تعرفها كيما هنا قال بوغ سيلا ال اكزورت ها استعمل هنا ان فيرب بيرفورماتيف بون هادو لي فيرب بيرفورماتيف هضرنا عليهم كيما اكزورتي انفيتي دوموندي لي هما بهم il va poser l'appel بهم il va lancer l'appel directement فهمتو ال اكزورت بون اون فوا قال ال اكزورت هادي سي بون نعرفو بلي رانا في لا تروازيام بارتي وراحو رايح يهضر على راهو رايح يلونسي لابيل تاعو قلنا لهنا يستعمل الامبيراتيف هاوليك انجاجون نو هذا سي الامبيراتيف بون هذا ما كان بور لابيل وهذا هو ليكزومبلير تاع لابيل و كنت راح ندير لكم الكونت اون جو بصح ما لقيتوش
قلت لكم في تاع الديبا هذاك تود دالي، فكان عندي بوليكوب واحد هو تاع فيه تاع الديبا، فيه ليستوريك وفيه لابيل. بون هادوك ليستوريك مع الديبا كنت كاتبهم في الكايس بور سا لقيتهم، مي لابيل هدايا مانيش كاتبو دوماج، مي نسيت نلقى هذيك الورقة. اون فوا نلقاها ندير لكم الكونت رونجو تاع لابيل. داكوغ. بون هنايا تاني كان اللي قالوا لي سي كوا كيفاش نقدروا نعرفوا باللي سي ان ابيل، باسكو قال لك باسكو لو ديبا سي ان تيكست ارغومونتاتيف و لابيل تاني سي ان تيكست ارغومونتاتيف، كيفاش نديفيرونسي بيناتهم؟ بون ديجا لو بيت تاعهم ماشي كيف كيف. هذاك لو بيت تاعو سي لا لو ديبا لو بيت تاعو سي سي ارغومونتي بور كونفانكر، و باش جور باش يكونفينكيك باش على لو بوان دو في تاعو، فهمتو؟ بصح ليكزورتاتيف لا لا، ليكزورتاتيف يارغومونتي بور فار اجير، جو يمدلك في الحجج باش يحركك، فهمتو؟ باسكو كاين او صاري ان بروبليم هو يبدا يمدلك في الحجج باش يحركك باش ينحو هذاك لو بروبليم اللي راهو كاينو. هذه هي لا ديفيرونس اونتر لو ديبا مع لابيل، فهمتو؟ ومن بعد كاين هادو ماليسين اللي تقدروا تعرفوا بيهم بلي سي ان ابيل. اون تروحوا لهنا كيما هنايا لا بارتي هادي، او تلقى لهنا لي فيرب هادو مع دو موداليتي، تلقاهم هنايا تلقى فالوار ولا ديفوار ولا بوفوار، تعرف بلي سي ان ابيل. ثاني تزيدوا تلقاو هنا، تروحوا هنا هامليك اكزورتي، سورتو دا قال لك اكزورتي سي بو معناتها راك خلاص سي ان ابيل. وانت كاين عارف سا اذا تقال لك الفوق في لو تيتر ابل سي بون راك عارف بلي سي ان ابل. هذا ما كان بون سي بون بور ال بور لابيل، و سي بون كامل بور ال لا ريفيزيون تاع فرونسي كامل. و دوكا ندوزو ديريكتومون لا ريفيزيون جينيرال تاع لونجلي، و فيها اللي راح نشرح لكم الدروس تاع لا غرامير، ونديرو اسبانيول ثاني. هيا بون كوراج اي اديوس.